أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: أشكل علينا ما جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذ بعث الله المسيح ابن مريم، فما معنى قوله إذ بعث؟ أنزله، بعثه يعني أنزله من السماء، أنزله من السماء، فالمسيح ينزل بأمر الله عز وجل، وهذا بعث من الله عز وجل، وليس معناه أنه أحياه لأنه حي، ليس معنى بعثه يعني أحياه أو بعثه يعني أرسله، لأنه لا رسول بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يأتي عيسى عليه السلام تابعا للرسول ومنفذا لشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.